كانت فرصة أن نعرف أكثر عن هذا الموضوع وأن يشرفنا الأستاذ عبد الرحمن بكر تحت هذا العنوان مصر سبقت والجزائر في مجال إصدار مجلات الأطفال. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا به. سنستمع إليه باستفاضة كبيرة جدا ثم نستمع إلى مداخلاتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من كاتب الا سيفنا ويكتب له ما كتب في ذاه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسوقك في القيامه من طرف. اولا انا يسعدني ان اكون في المكان الصحيح للميدان وفي الادب هنا في مركز نهر النيل الثقافي، وطبعا يشرفني ان انا الضيوف اللي قلنا ان هو طبعا ضيوفنا من الزاهدين من الادباء الباشمهندس صبحي سليمان والاستاذ احمد السيد، وطبعا اخص طبعا من المحله اللي قطعوا صوت كبير لغايه يصل الى هنا الاستاذ عبد الباسط البطل صاحب المسرحيات، مسرحيات الطفل المتميزه، وطبعا من اكثر المتخصصين في المجال اللي انا هتكلم فيه، واللي يشرفني وجود الاستاذ محمد المطرقي اللي كما قال عنه الاستاذ فريد معوض رحمه الله في يوم من الايام: اذا اردت ان تلتقي بالاستاذ محمد المطرقي فعليك ان تشتري مجله علاء الدين يوم الخميس، واذا اردت ان تلتقي به بعد 15 يوم فاشتري مجله احمد في لبنان، واذا اردت ان تلتقي في وسط الاسبوع فاشتري مجله ماجد يوم الثلاثاء. فيشرفني الحضور هنا ويسعدني تواجدكم. وطبعا الموضوع اللي انا بتكلم عنه قد يكون نادر لكنه خد مني فتره طويله من البحث. اولا اذا عرفنا ان اول صحيفه في العالم ظهرت للاطفال ظهرت في فرنسا سنه 1830. وبعدها في نفس في توقيت قد يكون فرق حوالي 40 سنه صدر في مصر اول صحيفه للطفل، وهي صحيفه روضه المدارس سنه 1870، واللي عملها كان رفاعه 13. ودي صورة منها من الصحيفة. فطبعا معنى ان يكون في هذا التوقيت في مصر اللي هو بداية التاريخ في مصر او التاريخ الحديث، اللي احنا بنقول مثلا ان النهضة بدأت في مصر سنة 1805 في عصر محمد علي، وبدأت في اليابان 1875، يعني بعدنا بأكثر من 70 سنة، لكن في اليابان استمرت، وهنا مع الأسف سياسة القصاصة بتدمرنا. وطبعا بعدها بدات قضيه ايه مجالات الاطفال، ازاي مصطفى كامل اصدر سمير التلميذ ودي نسخه منها، وبدات بالطبعه دي، لكن بعدها في خلال سنه كان دخل المطبعه الالوان اللي هي صدرت بهذا الشكل. هنا نخش بالتدريج للقضيه الاساسيه اللي احنا جايين نتكلم عنها، وهي قضيه والت ديزني. والت ديزني طبعا كلنا عارفين ان هو يعتبر امبراطور هذا الفن، او بكل المقاييس ممكن نقول انه امبراطور الخيال، لانه صنع مدينه من الخيال، صنع عالم من الخيال. بدا بظروف صعبه جدا، ان هو كان ابوه بيوزع صحف وخلاه هو موزع الصحف هو واخواته، ودي مهنه علموه الصبر. وبعدها انتقل لمجال الفن او الرسوم المتحركه، فبدأ حياته بأنه عمل استوديو مكون من مكنة مؤجرة، مكنة مستعملة مؤجرة، وأجر استوديو وبدأ يصور أول فيلم رسوم الحقيقة. لكن في حاجة قد يفقدها الكثير وهي الطموح والإصرار والاستمرار، أنه أصر بعدها بفترة طويلة أنه يصنع أول فيلم رسوم الحقيقة. وكانت الأفلام في التوقيت دوت أفلام تجارية، يعني مثلا فيلم إعلاني لمدة دقيقة. نجح ان هو ينفذه، بعد كده بدا يخترع شخصيات كرتونيه، بدا بشخصيه الارنب اللي ابتدى بيه ونجح معاه اول فيلم كرتوني للارنب ده. اسم الارنب اوزالت. وفي عام 27 بدا تاريخ ديزني الحكيم اللي هو اخترع فيه شخصيه ميكي. شخصيه ميكي بدات كشخصية كرتونية، وكانت زي ما شفناها في بداياتها شخصية من خطوط بسيطة جدا. تطورت
لغايه سنه 27 كان بدات تصدر صدر اول فيلم لشخصيه ميكي. اما العمل المرسوم او المجال او الصحافه اللي هو مش كرتون زي ما بيقولوا، فكان بدايته مع والت ديزني سنه 35 لما اصدر اول عدد من مجله ميكي. طبعا انا هنا جايب لكم بالتفصيل سنه 35 ده اول عدد والت ديزني عمله، ودول الاعداد الاولى بالترتيب. الكلام ده كان سنه 35. طبعا لو وقفنا هنا وفكرنا ان سنه 35 مصر في التوقيت ده كان وضعها ايه؟ هنا بقى نقف ونقول ان في التوقيت ده كان بيصدر قبليه ب 12 سنه مجله الاولاد هنا في مصر. واذا بصينا برضه لمستوى الرسم هنا هنكتشف ان الرسم هنا مستواه قوي جدا. معناه ان كان خاض مرحله من التطور. طبعا هنا ان احنا اكتشفنا ان ده يصدر فكره كوميكس، يعني كلمه كوميكس نفسها او الشريط المرسوم ما هياش الشريط المرسوم عموما. الشريط المرسوم اصبح زي ما بيقولوا اللي هو الكوميكس، فن الكوميكس نفسه كان بالنسبه للعالم شيء حديث ومش موجود. يعني كون ديزني بداوا بميكي بعدين ب 12 سنه. ممكن هو الكوميكس يعني القصه المصوره، القصه المصوره هي الكوميكس، واحنا هنا بنسميها سبيس. بابا سموه الشريط المرسوم. حتى هو في بدايته كان في مصر بيكتب البالونات تحت الحوار هنا تحت البالونات. وبرضه من الحاجات برضه الظريفه ان مجله الاولاد دي مين اللي كان بيكتبها؟ وده برضه يهم الادباء جدا، كان بيكتبها الشيخ يونس القاضي اللي الف نشيد بلادي بلادي. طيب اقول لكم على حاجه غريبه جدا، انا لما شفت الرسم ده كان عندي اصرار رهيب جدا اني اعرف مين الرسام. بصفتي رسام زي ما بيقولوا. شكيت في البدايه انه الرسام ديك اللي هو رسم اعمال كامل كلينش، وده كان اطمني. لكن مع متابعتي لاعمال كامل كيلاني وشخصيه، ورحت سالت في مكتبه مصر عن الرسام ديك دوت، واكتشفت ان الكلام ده كان بعدها باكثر من 20 سنه. يبقى مش ديك مش هو. فرجعت ابحث عنه لغايه ما وجدت خطوطه متناسبه، وعرفت المجله كانت خطوطه من دار اسمها دار اللطائف المصوره. دار اللطائف المصوره كان اللي صاحبها اسكندر مكاريوس، وكان بيصدر ساعتها فيها بعض يهتم فيها بالرسم داخل القصه. واكتشفت اعلانات مجله الاولاد جوه المجله بتاعته. يعني بالنسبه للرسام ده كان اسمه علي رفكي. ده طبعا بعد بحث رهيب. علي رفكي مين؟ علي رفكي؟ علي رفكي كان هو كبير اليوران في قصر السلطان عبد الحميد، يعني بمقام رئيس وزراء هنا في تركيا. كان ضابط جركسي وترقى الى انصار كبير اليوران في قصر السلطان عبد الحميد. وبعدها عند اجتياح كمال اتاتورك لتركيا نجح ان هو يهرب لمصر بعد تدمير الدوله العثمانيه. لما نزل مصر عمل مهندس للمهندس خانه في مصر، ومنها بدا يبحث عن عالم الصحافه. مصر ما كانش فيه الا رسام واحد بس، ارماني. الرسام الارماني رسام اسباني اسمه سانتس. والرسام ده كان مع القصر ضد الشعب. كان بيرسم في مجله الكشكول، وكان دوره في مجله الكشكول هو انه يشتم سعد زغلول. لان هو كان طبعا سعد زغلول بالنسبه له او بالنسبه للاحتلال او العدو، فكان ده رسمه. ده سانتس في مجله التشكيل. في كل عدد كان بيشتم سعد زغلول بالكاريكاتير. فمجله التشكيل كانت بتدفع مبالغ جباره في التوقيت ده. ففوجئوا بمستوى الرسام علي رفقي وحاولوا استقطابه، لكنه رفض. رفض ان هو ينتمي للقضيه.
ينتمي لقضيه الافتياء المصري ولا التركي؟ كان تركي. ينتمي لقضيه واصر ان هو يعمل في المجله المضاده لمجله الكشكول في التوقيت ده، واللي كانت بتدافع عن ساعه زغلول، هي مجله خيال الظل. وبعد كده انضم لدار الهلال، يعني حتى من ضمن الاعمال النادره دي اللوحه دي، لوحه وفاه ساعه زغلول. رسم جنازه ساعه زغلول واقترح تمثال لساعه زغلول، رسمه على غلاف المجله، وكان رسم حتى غلاف المجله على ساعه زغلول سقوط النجم. يعني في تاريخ الصحافة ان يصدر مجلة اطفال او مجلة غلافها نجم اسود وفي نجم بيسقط ومكتوب عليها سقوط النجم. وكان يعني هنا لما نشوفه في مجلة الفكاهة اللي صدرت سنة 24 هنكتشف يبهرنا مستواه اللي مش موجود النهارده في الصحافة المصرية. وهو احنا بنعتبره استاذ الصحافة هنا في مصر، او هو اللي اتعلم على ايده كل الرسامين المصريين. علي لان لما تشوف حتى اعماله وتطورها داخل مجله الفكاهه، واللي كان في خلال سنه واحده، يعني مجله الاولاد صدرت سنه 23، في خلال سنه واحده كانت الطباعه كده في مصر بعد ما كانت ابيض واسود. سنه 24 من 24 لغايه 28 كانت مجله الفكاهه، وكان بيقيم على هذه المجله اربعه من اقطاب الصحافه، حسين شفيق المصري، والشاعر محمد عبد المنعم زكي الشاعر ابو سينا، وفكري اباظه، ورسام علي رفقي. عرفي كان بيرسم المجله من الجلده للجلده، كان بيرسم في نفس التوقيت مجله الاولاد من الجلده للجلده، كان بيرسم وكان ده كله اسبوعي، وده مستحيل يوجد في الصحافه النهارده. وكان بيرسم في نفس الاوقات الوقت مجله كل شيء. فطبعا ان احنا نجد رسام يرسم هذا الكم ويعمل هذا العمل بكل الثقه دي وبكل التقنيه دي في وقت واحد وبشكل اسبوعي، يعني النهارده بنقول ده يعني حاجه يعني مذهله كان انفضاش. ارجع لتفاصيل موضوع مجلات الاطفال. طبعا هنا برضه حتى ده نموذج من مجلات كل شيء، كان بيرسم حتى الصفحات الاخيره فيها. هنا مثلا تكملة الرحلة بتاعتنا زي ما بيقولوا، إن لو قلنا إن ديزني عمل أول فيلم كرتون ليه سنة، طبعًا إحنا هنا أثبتنا إن إحنا سابقين ديزني بـ 12 سنة في مجال الكوميكس، وهو سبقنا بـ 10 سنوات فقط في الرسوم المتحركة. من ده إعلان أول فيلم رسوم متحركة مصري سنة 37. هو سبقنا ب 10 سنوات، وبدا سنه 27 واحنا بدانا سنه 37. طبعا دي حاجات كلها انا هبني عليها اللي جاي. واللي جاي هو ان التطور اللي حصل في مصر بعد كده، يعني حتى ليه اعلانات مجله الاولاد موجوده. ده اعلان مجله الاولاد في مجله كل شيء. صحافه الطفل بعدها تطورت ان ظهرت شخصيات زي شخصية دوريا شفيق. دوريا شفيق أنا بعتبرها برضو من الناس اللي أصلوا الصحافة المصرية أو صحافة الطفل، وأصدرت عدد كبير من مجلات الأطفال في توقيت واحد. يعني مثلا لو قلنا إن مجلة دنيا الأحداث دي كانت بتصدر سنة 55، قبليها سنة 48 كانت مجلة الكتكوت، وكل دول كانت بتصدرهم دوريا شفيق. في نفس الوقت دوريا شفيق كانت بتصدر مجلة اسمها بنت النيل. بنت النيل. دي مجلة بنت النيل. كانت بتصدرها دوريا شفيق. أما تطور مجلات الطفل، فجاء عندنا مجله بعدها سنه 48 هي مجله بولبول. والمنافسه الحقيقيه بين مجلات الاطفال في الشريط المرسوم والملون بدات بعهد سندباد ومجله علي بابا. مجله علي بابا بدات في البدايه سنه 51، وكان بيرسم الفها مصطفى كمال. بعدها
استقطبت لما صدرت مجلة سندباد الشهيرة عندنا اللي هي كان بيرسمها بيكا من دار المعارف، اشتهرت وتميزت بأغلفتها وقوتها. لما صدرت مجلة سندباد صدرت في البداية صدرت مجلة علي بابا، ودي كانت بتصدر من شركة الشمالي، من طابع الشمالي، وبدأها الرسام مصطفى كامل، لكن عند صدور مجلة سندباد بدأت تسحب منها الجو، لأن كان بيرسمها الفنان الشهير بيكار، فاضطروا عشان ما تتوقفش علي بابا أنهم يستقطبوا الرسام الحسين فوزي، اللي بعد كده بقى المخرج الشهير الحسين فوزي اللي أخرج معظم الأفلام المصرية في بداية قام يعني زي ما بيقولوا، وكان من اعظم فنانين عصره. ظل ينافس مجله سندباد منافسه عنيفه بأغلفته وشغله، لكن المشكله القائمين على مجله علي بابا كانوا اهتمامهم بثوره 23 يوليو، وانهم يخلوا ماتش الطاقه تتصور وقصه تتصور داخل المجله، فده ما تقبلوش الطفل ونفروا من المجله بعد فتره بسيطه، مما اضطر المجله للتوقف. اما مجله سندباد فكان القائم عليها مجموعه من الادباء المتميزين على راسهم صاحبها محمد سعيد عريان، اللي اصر ان تكون هذه المجله ثروه لغويه للطفل، وان تهتم بلغه الطفل حتى في الترجمات، ان تكون جميع المجله مشكله ومكتوبه بلغه عربيه سليمه، عكس كثير من المجلات اللي كانت بتصدر في مصر في التوقيت ده، واللي كانت معظمها باللغه العاميه. بعدها دخلت المنافسة مجلة سمير، وعند سمير هنقف كتير جدا، لأن سمير بيعتبروه تاريخ القمة وتاريخ النيويورك، لأن سمير في بدايتها ده العدد الأول من مجلة سمير. بدأها الرسام فرنسي بيرني، هو اللي كان راسم شخصية سمير، وبعد كده انضم ليها ليه مجموعة من الرسامين الأرمن على رأسهم هارون بيبليون يعني، وبعد كده دخل مجموعة من الرسامين المصريين اللي تمرنوا على أيديهم، واللي فعلا عملوا نقلة خطيرة في مجلة سمير، قد تكون رفعتها أكثر بكثير من الأرمن، منهم صلاح عسكري، منهم مصطفى، منهم رسام مالي، منهم كثير جدا من الرسامين المصريين، وكانت مجلة سمير في قمة بدايتها بيكتب فيها أعظم كتاب في مصر. يعني لما تقول ان كان علي امين بيكتب فكره في مجله سمير، اعتقد ان دي تعتبر يعني معلومه كبيره يعني. ولما يكون نجيب محفوظ كان بيكتب في مجله سمير، وكانت معظم الافلام والروايات المشهوره بتوسط وبتنزل، يعني حتى الافلام المصريه الشهيره كانت بتنزل صور وكادرات في مجله سمير على تسلسل اعدادها في بدايتها لغايه سنه 69. طبعا سمير صدرت سنه 56. طيب هنا هرجع تاني لوالت ديزني، اقول ان لما صدر العدد ده او مجله سمير كانت رئيس التحرير اسمها نجيب حسين. نجيب حسين اخذ المجله، وطبعا كانت مجله صدر وبعد تصور، وطبعا الثوره في وقتها كان لها وضع يختلف شويه عن ثورتنا، ان كان شعب حاسس ان في ثوره. فبكل بساطه اخذ العمل بعد ما انجب واحد توريه لوالت ديزني، رئيس التحرير شالت العدد ده وقالت اروح اخد راي والت ديزني في امريكا في مستوى المجله اللي احنا عاملينها، هل هي تصلح ان تكون مجله ولا لا؟ هل احنا بعيد عن العالم ولا ما زلنا في وسط العالم؟ فوالت ديزني زهد لما شاف المجله، وزهد اكتر لما لقى رئيس التحرير مره. قال لها بكل بساطه ان احنا في امريكا لسه ما نعرفش ثقافه ان تكون رئيس التحرير مره. يعني معناها ان ده سبق في تاريخ ان حتى في امريكا ما يعرفوش ان رئيس التحرير مره.
التوقيت ده، وتابع المجلة وشاف إصداراتها وشاف مستوى المجلة وبدأ يديها يعني نصائح أو حاجات. وفي نفس الوقت هي لفت انتباهها في اللقاء حاجة واحدة بس، لفت انتباهها إن والت ديزني كان حاطط في ظهر يعني اللوحة اللي خلف والت ديزني كانت لوحة الألعاب الرياضية الفرعونية. طبعا زهر يعني قالت له انت معجب بالدرجات التاريخ الفراعنه؟ قال لها معجب جدا، لكن مش هو ده سر ان انا حاطط لوحه الالعاب الرياضيه الفرعونيه ورا. لوحه الالعاب الرياضيه الفرعونيه كان فيها لا يقل عن 100 شخصيه بتلعب العاب رياضيه بحركات متنوعه. فطبعا انك تلاقي 100 شخصيه بتعمل حركات رياضيه في لوحه واحده، قال لها لا هو السينما. قال لها احنا اكتشفنا فن السينما من اللوحه دي. لما تمر بعينك على اللوحه دي هتكتشف ان الشخصيات بتتحرك. يعني فكره الرسوم المتحركه قايمه على ايه؟ ما هي قايمه على انك بتحرك مجموعه من الرسوم، او حتى السينما ان احنا بنصور فيلم لقطات متسارعه ورا بعضها وبتعرض بشكل سريع فبيتحول لحركه. قال لها هو احنا لما شفنا هنا ان الشخصيات دي بتتحرك جنب بعضها مجرد ما مرينا عيننا وصورها عليها تخيلنا انها بتتحرك، فمن هنا نشات فكره السينما. ومن هنا نشأ الرسوم المتحركة بعد كده، فبدأوا يحركوا الرسوم بشكل متسارع فتتحرك، فاخترعت السينما من لوحة فرعونية. بعدها ديزني لم يتوقف في حواره معاها على كده، لأنه بعدها بفترة بسيطة جدا بعت أخوه مصر لمجلة سمير ليستقطب فنانين مصريين للعمل بديزني. فاستقطب في التوقيت ده، وبرضه لما رجعت لنوع الفنانين اللي هو استقطبهم استعجبت ونشم على الفنانين اللي كانوا بيرسموا تراث عربي كويس بشكل كرتوني مميز. يعني مثلا اخذ الفنان لطفي وصفي اللي كان بيرسم في التوقيت ده سلسله عنتره بشكل كرتوني متميز جدا. فمعناها انه كان عايز يوصل عالمه للشرق بأي تعرف كيف ما هي الأشكال والتقنيات العربية. أخذ الفنان لطفي وصفي، أخذ الفنانة مادي اللي كانت لبنانية مصرية وكانت بترسم شخصية علاء كندوز، أخذ الفنان هاني المصري أو هاني ديفيد، وده كان في التوقيت ده بيرسم في دار المعالي كمان مش سمير بس، كان بيرسم قصص من التراث العربي، كان بيرسمها بشكل كرتوني متميز جدا. والفنانين دول قامت عليهم شركات من شركات ديزني. ديزني ما كانش شركه واحده، كان مجموعه من الشركات وبيعمل كامل، بس كانوا في الجزء اللي يخص التعامل مع الشرق الاوسط زي ما بيقولوا، او ازاي يعني فيلم نفترض فيلم زي علاء الدين مثلا، مين اللي بيعمل سكتشات؟ لازم يستقطب فنانين عرب، وبرضه مع مرور الزمن كان بيستقطب فنانين ايرانيين مثلا، لان ايران كان فيها زخرفه والزخارف والتاريخ كان بشكل دقيق جدا. فدي برضه رحله من ديزني الى مصر. يعني المسألة بقت عملية متبادلة، ما بقاش إن إحنا اللي بنستقطب أعمالهم وهم اللي بيستقطبوا أعمالنا. برضه لو رجعنا إن إحنا هنكتشف إن المجالات المصرية إحنا زي كل حاجة بتحصل في بلدنا بتبتدي قوية جدا وتتقص. لأن يعني عندنا سياسة الأصاصة زي ما بيقولوا، إذا بدأ شيء يبدأ بطموح رهيب ومع مرور الوقت بيصيبه روتين، بعد كده تغيرت الإدارة تغير معاها المفهوم، اللي جت بيبتدي اللي بيجي بيبتدي من حيث ابتدى الاخرين مش من حيث ابتدى. فده اللي حصل برضه في سمير. من بعد ما عليت قوي 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 الضغط المالي والامور الاداريه في مصر بدات تعمل مراحل انهيار، وكل مره تعلو كل مره انهار. انا برضه ليا تجربه عاصرتها في سمير في توقيت قوه سمير مش في توقيت ضعفها، او في اخر توقيت من توقيت قوته. ان وانا في ثالثه اعدادي عملت مجله اطفال انا واخويا مجدي والدكتور ياسر النصر. الدكتور ياسر النصر الرسام. والمجله دي طبعناها على حسابنا وحبينا ان احنا نلف نبيعها في الشارع كاطفال يعني. دي نسخه من المجله. مجلة كاملة سيناريو ورسم
ثلاث اطفال او ثلاث اولاد في ثالثه اعدادي كانوا بيطبعوها وبيلفوا بعض وبيعدوا في الشارع، وكنا عشان ما نعرفش يعني ايه طباعه العنف كنا بنلون بالفلميت عدد على ايدنا، طبعا لما بنتج مع مرور الزمن. بعدها اخذنا المجله وقلنا ان احنا لازم نمشي سليم يعني زي ما بنقول، فقلنا نروح المركز الاعلى للصحافه ناخد ترخيص. فروحنا القاهره ورحنا المركز الاعلى للصحافه وقابلنا الاستاذ عمر عبد العزيز اللي هو الشهير صاحب روايه الجيب والاعمال الادبيه الضخمه، وكان هو رئيس المركز الاعلى للصحافه في التوقيت ده. استقبلنا استقبال خطير جدا، استقبال رجل يعرف مسؤوليه المكان اللي هو موجود فيه. وفي مكتبه قعدنا وطلب لنا حاجه ساعه، وبعد كده راح ماسك المجله وقعد يقراها معانا كلمه كلمه، وبعد كده قلنا له احنا عايزين نعمل ترخيص، احنا عايزين نصدر سليم. قام قال لنا طبعا هقول لكم شغل من اسرار الصحافه لازم تعملوه عشان تحل مشاكلكم. مفيش حد في سنه يقدر يصدرها اسبوعيا او شهريا، لان اذا طلبت الترخيص لازم ترتبط بموعد صدور وترتبط بتكاليف وترتبط بكذا. من اسرار الصحافه اللي تكتب عليها كتيب غير دوش، فتقدر تصدره في اي وقت وما تكونش مرتبط انك تجيب تصريح ومش مرتبط بكل ده. فكتبنا على العدد اللي بعده كتاب غير دوش، واصر انه يتعامل مع عيشاتنا احنا الثلاثه، وراح مدينا مقاله هو كتبها وقال المقاله هتصدر برسومكم انتوا الثلاثه، وبدا يحكيها لنا وبدانا نرسمه ونرسم مكتبه ونرسم المقاله وكل واحد بزاويه وفكره. لكن ما توقفناش عند ده، مسكنا المجله وقلنا احنا في القاهره ولازم نعمل شيء جيد، نروح للمكان اللي الصحيح زي ما تقول اللي لازم نتعلم فيه. فخدنا المجله ورحنا جريده سمير، قلنا لهم احنا سمير عايزين نشتغل معاه. قلت عليه تقريبا 83 كان يعني مكتوب على المجلة 83 اكتوبر 83. يعني هقدم بالتاريخ حوالي 30 سنة، إن لما رحنا سمير بالمجلة دي رحنا لراشد رئيس التحرير التوقيت ده، وقلنا احنا يا سمير عايزين نرسم معاك. فهنا اقف وقابل 30 سنة السنة دي. نتيجة راشد دول فيها السنة دي. طيب قبل وفاتها بشهور زرتها، كنت هي زوجة الأستاذ عبد التواب يوسف وكنت بعمل معاه شغل، ف بزور في بيته فكانت موجودة قدامي. لسه عايشة؟ عنده 4 سنين. سنة أكتوبر. فشفتها فقلت لها فاكراني؟ هي كانت مريضه جدا في التوقيت، قلت لها فاكراني؟ فسكتت كده وقامت قالت لي ممكن تفكرني؟ قلت لها كنا 3 اولاد وعاملين مجله وجايبينها وجايين وعايزين نقول لك جايين نرسم، احنا رسمنا عايزين نشتغل معاك في حاجات. قالت كلمه لو كل مسؤول في مصر ركز في الكلمه دي هيعرف يغير حياته. فجأة رغم مرضها الشديد راحت قايمة منفعلة وقالت لي أنا عملت إيه؟ أنا عملت إيه؟ فهي عايزة تسأل التاريخ كله وتسأل واحد جاي لها من 30 سنة فاتت هل أنا كنت مؤديا دوري صح ولا لأ؟ لما يجي لي 3 أطفال موهوبين جايبين عمل يقولوا عايزين نشتغل معاكي في مجلة أطفال، أنا عملت إيه؟ ذاكرتها مش مستوعباها. فقلت لها قعدتينا إحنا الثلاثة وقلت لنا انتوا الاثنين 3 رسامين هترسموا معايا في المجله، وكل واحد يختار شخصيه قريبه من الرسوم بتاعته او من الستايل اللي بيشتغل فيه، وجبت رسامين الشخصيات يا مرمونة وكل واحد مننا كل اثنين في السياج. قالت الحمد لله. طب الموقف ده ممكن يكون تكرر في حياتها كتير، لكن حست انها ادت عملها صح، ودي الشخصيه اللي انا اخترتها في التوقيت ده. يعني انا شخصيه علاء وكندوز كان من شخصيات سمير انا رسمتها لها، حتى انا ما كنتش اعرف ان بيرسموا باقلام تحرير، كنت بيرسموا باقلام الجاف الاسود. ده رسم حضرتك. فنفذت لها والدكتور ياسر رسم لها شخصيه اشرف الشريف وماجد رسم الكشافه. المهم ان احنا عملنا 3 شخصيات من شخصيات سمير، لكن طبعا بعد المسافه والناس اللي جايه من ارياف الزقازيق زي ما بيقولوا تعتبر المسافة بالنسبة لهم أو السفر للقاهرة صعب الاستمرار مع الدراسة مع تالتة إعدادي، فإحنا اللي انقطعنا مش هي.
فدي خطوة ممكن نقول من شعور الإنسان بالمسؤولية في المكان اللي هو موجود فيه. والزمن نفسه يعني لما بدينا لما رجعت للزمن معاه اكتشفت ان هي حاسه ايه هي هل هي قاعده تعملها صح ولا لا. اسمها سيده رشد. هرجع بقى اخش على الثقافه الحديثه مثلا في مجالات الاطفال او ماذا فعلنا في مجالات الاطفال، وطبعا ادباء الاطفال اللي بيشتغلوا معانا وعارفين استعملوا في المجالات هنا وضعوا ايه ايه اللي بيدمرنا او بيعمل الانهيار في مجالات الاطفال في مصر. طبعا لما نقول مجالات الاطفال هنا انا بقصد بيها ادب الاطفال بالكامل، لان القصه السرديه في مجالات الاطفال هي كتاب الطفل. يعني القصه السرديه اللي بتنزل في مجالات الاطفال هي نفسها الكتاب اللي بيصدر الطفل مع اخراج بشكل معين مع بتتحول لكتاب الطفل اللي في السوق. فهنا مجله الطفل ماسكه الشريط المرسوم ماسكه القصه السرديه. فمن التجارب الشخصيه في المجله او اللي بعتبرها من التجارب الرائده اللي بتقول ان في اعمال مميزه جدا صدرت في الوطن العربي تنافس الاوروبي او الاجنبي، لكن سياستنا احنا في الوطن العربي هي اللي غلط. تجربه مجله باسل. مجله باسل ده العدد الاول منها وده صدر سنه 87، ولما صدر العدد ده صدر بعمالقه الفن في مصر. رسام فواز ورسام معلوف والناس جيش من الرسامين المصريين صدر في السعوديه. طبعا ما كانش ممكن يصدر في مصر لسبب، لان عشان تستقطب فنانين طبعا الفنانين دول المفروض اذا لو اشتغل في الاعلان اكسب له من مجال الطفل. فايه اللي يخليه يشتغل في مجال الطفل الا اذا اشتغل مع مجله ممكن مجله عربيه ومش مجله مصريه فتقدر تديله ما يوازي جهده. فلما صدرت المجلة دي صدرت حتى من سنة 87 إلى سنة 92 كان من أعظم الأعمال اللي نشرت للطفل في الوطن العربي. طبعا المجلة سعودية بتصدر من مصر. المشكلة كلها إن طبعا القضايا السياسية تدخلت، والقضية الشهيرة بجريدة الشرق الأوسط وعلاء مبارك لما نشروا صاروا مبارك سنة 92 16 مليار، فعلاء رفع قضية وقفل مكاتب الشرق الأوسط في القاهرة، فتم من ضمنها مكتب مجلة باسل. هنا هنقول الثقافة العربية أو السعودية في التعامل مع المجلة كانت إيه؟ في مرة ناقشت الفنان فواز اللي هو أستاذ هذا المجال في مصر، وحكى لي يوم ما المجلة اتقفلت في مصر. بيقول إحنا قاعدين في المكتب اتفاجئنا بواحد سعودي ومعاه أربعة خمسة عمال جايين يكنسوا. وقف قال يلا بره سكرنا. والعمال راحوا مكنسين كل اللوحات حاطينها في الزباله. هو بيقول انا شلت من صفيحه الزباله 450 صفحه ستريبس ليا اجمل ما رسمت في حياتي. دي الثقافه الخليجيه في التعامل مع الفن. طبعا انا مش هقف هنا بس. بعدها ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المجله طبعا ترخيصها هم يخافوا انها تقف، لان هي بالنسبه لهم بره مش مجله اطفال، بالنسبه لبره برستيج امير من الامراء برستيجه انه يملك ترخيص مجله. فالترخيص خايف يضيع، فبداوا يشتروا ستوكات الافلام بتاعت مجله سبيرو الفرنسيه اللي صدرت سنه 60 ونزلها اصدار يعيد بها الاصدار. يعني مثلا مجله سبيرو صدرت وسنه 60 يجي ياخد فوق اعاده نشر للاعمال جوه مجلته، فالمجله تظل تصدر. بس بتصدر مش بريشه عربيه، مش بريشه مصريه، باعمال فرنسيه مستهلكه او سكاكه، فقدت شخصيتها. ظلت من 92 لغايه سنه 2000 بتصدر بهذا الشكل. لغايه لما فكرنا ان احنا نناقش الناس هناك ونعيد اصدارها مره اخرى بمجموعه فنيه مصريه تاني، وبدانا نصدر صديق لنا سعودي في الموضوع لغايه لما الاستاذ صالح الفقير لغايه لما صدرت بالفعل المجله سنه 2001 بنشدنا احنا بسيناريوهاتنا باقلامنا. وبدات لمده 4 سنوات تصدر بشكل اسبوعي. اللي حصل في التوقيت ده ان يعني حتى برضه ان نفس الثقافه اللي هي بتاعت كنس الرسومات حصلت تاني بس بشكل عكسي شويه.
ان انا كنت طبعا متابع جيد كل عدد حتى من القديم متابعه ومجلده. فانا اكتشفت انا ماسك مسؤول مكتب مجله وفي نسختين ما وصلوش مصر على دين ما شفتهمش. فكنت مسافر عمره فقررت ان انا ازور مكتب المجله واشوف اخد النسختين اللي ناقصين لي. فروحت مكتب المجله بجد قلت لهم انا ناقصني العدد رقم كذا رقم كذا. فقالوا ما عندناش. يعني في البدايه استعجبت بس لما شفت المكتب لقيت المكتب فيه حوالي 20 30 نسخه بس محطوطين مكررين ولما لما بتيجي مدرسه بنضمهم كلهم. فالمجله ما فيهاش ارشيف في جريده الشرق الاوسط لما يصدر من مجله الطفل تعد بالنسبه للعالم مش لمصر من اقوى المستويات واستمرت من سنه 87 لغايه النهارده. باسل مجله باسل ما زالت بتصدر بس ليها تكمله للاصدار بس لما تكون المجله اصلا ما فيهاش ارشيف ما فيش نسخه واحده من عدد المجله يعني مجلد كامل او عدد واحد من الاعداد الكامله. لا ده لما رحت اكتشفت ان مفيش 20 عدد ولا ما فيش مدرسه ما لهمش رحله مدرسيه. فانا ساعتها غيرت على الاصول ما كانش لسه في الوقت ده بنتعامل بالكمبيوتر. كنا بنرسم يدوي وبنبعت الشغل النصوص ورسوم بنبعتها بالبريد السريع الدولي وهم بالاوتوباس كان هناك وبينزلوها في المجال. فغيرت على اصول شغلي. فقلت لهم طب فين الاصول بتاعت الشغل؟ قال لك ما احنا بنضغط سكانر وبنكبها باذن الله. فتاريخ اربع سنين من العمل اكتشف ان انا الوحيد في الوطن العربي اللي عندي نسخه منه نص على طبعا بعد اربع سنين هم هناك غيروا الاداره من الاداره بتاعتنا لاداره ثانيه سوريه والمدير السوري استقطب فنانين ثاني من 2004 الى الان بس اهتم بالشكل اكثر والمضمون. كان يهمه ان هو استقطب فنانين جداد باسعار اعلى بحيث انه يعمل عمل مبهر جدا يبهر به الاداره بس النص المكتوب كان ضعيف جدا. فلما حس ان المجله هتقع اضطر يتعامل مع المجموعه بتاعتنا ككتاب مش كرسامين يطالبنا كتابه النصوص وينفذ الرسوم بتاعته بس بعد ما قعد سنه المجله وقعت منه. ولدرجه ان لما المجله وقعت تحولت من اسبوعيه الى شهريه. وده نموذجها الحالي اللي بقى شهري بقى المجله اسبوعيه. مبهر جدا في الالوان مبهر في الاخراج منافس للاجنبي. فلما يكون مجلة بالمستوى ده وعربية ملهاش ارشيف وبتصدق من سنة 87 إلى النهاردة يعني لو كل عدد سنة 52 عدد يبقى احنا بنتكلم في آلاف الأعداد. بينما النهاردة لو أنت اتصلت بوالت ديزني أو طلبت استوكات وولد ديزني أو دخلت على النت تدور على مجلات وولد ديزني على الأقل جبت أغلفة العدد الأول خمس دقايق من العدد الأول. وفي نفس الوقت إن أفلام وولد ديزني نفسها السكتشات اللي بنقول إن الثانية فيها 24 كادر بيبيعوا الاستوكات القديمه اللوحه السكتش الرصاص ب 14 دولار في معرض تبويب. هنا من كوبايه في الزباله ده التصور الايه؟ ويعني حتى نماذج اعمالنا احنا فيها يعني دي من الاعمال المنشوره فيها. ده نماذج شغلنا احنا في الفتره اللي مسكناها. رسم وحركه وده نموذج يعني كان معانا مجموعه كان معانا ما بين الكتاب ورسامين اكثر من 30 واحد منهم الاستاذ فايز معوض الله يرحمه نشر اجمل اعماله في مجال الاسم. يعني حتى صحيفه الطفل نفسها احنا فكرنا وانتجنا صحيفه علي بابا للاطفال كجورنال الطفل وبرضه زي العاده مفيش حاجه عندنا في مصر تستمر. يعني صدر منه اربع اعداد وبعد كده ما لقاش اعلانات ما لقاش كده ما لقاش كده. زي مثلا ممكن نقول ان في مئات الاعمال للاطفال بتصدر في مصر وبتتوقف لعدم اهتمام الدوله بيها من واحد حتى عدم اهتمام المعلن عدم اهتمام يعني بنحس ان كلها تجارب فرديه ما بين النجاح وما بين الفشل. مين عنده طاقه للصمود اكتر؟ زي حضرتك لما كلمتيني مثلا عن كامل كيلاني. يعني حتى لما نقول ليه واحد ليه كامل كيلاني عايش؟ النهارده بنسال ايه سر ان كامل كيلاني عايش؟ يعني ربنا بينصف اصحاب القضيه يعني هو كان صاحب قضيه. يعني كامل كيلاني كان بدايته ان هو في مجتمع
من يعني زي ما بنقول بنسميهم ايه من الخبراء خبراء القوم يعني ابن ناس من الاسفياء وبص لابناء الاسفياء في مصر والمزراء وكده قال لك ابن الوزير بيبقى وزير وابن زي السياسه المصريه الشهيره دي فاكتشف ان الاسفياء في مصر بيرفضوا اللغه العربيه وبيعلموا ابنائهم في مدارس فرنسيه بيعلموا ابنائهم في مدارس فرنسيه عشان الابناء يطلعوا يعني انتمائهم مختلف غير انتمائهم فغار على اللغه العربيه فسخر كل امواله وكل جهده ان هو يبدا يترجم كل الاعمال الاجنبيه وكان حوالي 250 عمل يترجمها للغه العربيه بلغه عربيه فصحى مشكوله مبسطه للاطفال والاعجب من كده انه طبع الاعمال دي على حسابه وكان بيوزعها هدايا على بيوتهم عشان ابنائهم يقراوا اعمال عربيه ولا تسقط اللغه العربيه طبعا لما نقول ان الانسان عنده هذه القضيه من حقه يعيش ثلاث مرات من حقنا المؤمنين غريض هذا الوطن كامل كلامي لما يكون لما عمل العمل الضخم ده بكل بساطه تحول عمله ان الشريط غير معاك بعد كده ان بقى في مكتبه كامل الكلامي ان لما توفى ابن رشاد كلامي وانا قعدت معاه عمل مكتبه كامل كلامي وبدا يجيب الاعمال اللي ما نشرتش لابوه او الحكايات اللي ابوه كان بيحكيها وهو صغير ويعمل سلاسل بعنوان حكايات حكاها لي ابني حتى اللي حكاه بلسانه ولم يكتبه بيده صدق بعد وفاته فلما نقول ان ده كعمل مثلا او كتاريخ للناس اللي لهم قضيه في مصر ولهم شعور بمسؤوليه العمل ده لو عمر العمل ده ما بيقع على الاطفال اذا بصينا للمهتمين بيه والاجيال اللي بتطلع والناس اللي بتحاول وتحارب عشان العمل ده يستمر هنشعر ان ادب الاطفال ما بيسقط لكن مشكلتنا الوحيده في مصر هي عمليه القصقصه ان دايما اي مسؤول بيقص ما انتجه قبله يبدا من حيث بدا غيره وليس من حيث انتهى. بيقضي على التسلسل المحاولات لما بنبتدي من صفر لغايه لما بنقويه يجي المدير الجديد يبتدي من صفر ثاني بمنطق ان مش عاجبني ده حصل معايا حصل قدامي مثلا في مجال القطر الندى انا كنت من مؤسسين مجال القطر الندى من 15 سنه. قبل الاستاذ احمد منصور كان رئيس اتحاد الاستاذ عبد الرحمن نور الدين. لما جه الاستاذ عبد الرحمن نور الدين بدا المجال ده كنت انا من اشتغلت معاه من ثاني عدد بالظبط. المجله بدات قويه جدا ومنقطع كان يعني قريب من الجمهور وبعدين صغرت زي ما بيقولوا وبدا بعدها بفتره انتقل الاستاذ عبد الرحمن نور الدين ورئيس بقى رئيس قطاع شرق دلتا ثقافه شرق دلتا ومسك الاستاذ احمد زرزور الله يرحمه وده كانت علاقتي بيه يعني فوق الممتازه لان انا عشت معاه سنوات طويله وكان قبل ما يمسك مجله علاء الدين قطر الندى كان مندوب مجله احمد اللبنانيه لفتره طويله جدا. بعدها حصل الدروب الشهير بين انس الفيلي وبين احمد زرزور. وفي التوقيت ده انا كان ليا دور مع دور غريب شويه يمكن اول مره اتكلم عنه. الاستاذ احمد زرزور أصر أن تكون مجلة قطر الندى هي لسان قضية فلسطين أو لسان طفل المقاومة. تاخد توجه طفل المقاومة. يعني حتى أنا كنت برسم أغلفتها كلها في التوقيت ده عن المقاومة. الأعداد كلها هو أصر الإصرار لابد أن يكون هناك في مصر مجلة تتكلم عن المقاومة. وأصر على هذا. طبعا سوزان مبارك في التوقيت ده غضبت. لان ده هتبقى مجله في مصر معاديه للساميه. فسلطت انس الفيلي في التوقيت ده، طبعا انس الفيلي انا اعرفه من قبلها فتره طويله لانه كان مندوب توزيع في دار الشهود. وبعد كده عمل عمليه توزيع شهيره زي ما بيقولوا للموسوعات الامريكيه في مصر. بعد ما وزع 100,000 موسوعه في مصر الشهود على مكتبات المدارس فهو اللي مسك على جهاز الظلم. وفجأة اتحط في كادر حكومي، ما كانش خاص موظف حكومي، فاتحط رئيس للثقافة الجمهورية تمهيدا لأنه يصير وزير. ففي الوقت التوقيت ده كان في صراع بين اثنين، صراع بين إنه يكون وزير ثقافة مكان فاروق حسني أو حاجة تانية. فالضربة كانت إنه يطير أحمد زرزور من مجلة قطر الندى عنادا في فاروق حسني.
فشاء إرضاء للهانم قلب أحمد زرزور.